بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة طفل راكب طيارة. صديقي راكب جنبه الطيارة، الولد قاعد في الطيارة ماسك اللابتوب بتاعه ولا الآيباد بتاعه ولا الآيبود ولا التليفون بتاعه، عمال يلعب جيمز. والراجل التاني يعني مندهش، ولد قاعد في الطيارة وكده مع اللعب بتاعه عادي، يعني مفيش مشكلة. بعد شوية بدأت الطيارة تعمل مطبات، فبدأ الراجل يقلق، الولد عادي جدا 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 هادي وعمال يلعب جيمز. بدأت المطبات تزيد، بدأ يقولوا اربطوا الأحزمة، بدأت المضيفات باين عليهم الارتباك، الولد هادي، الراجل مش مصدق، الراجل نفسه حيموت، يعني الراجل نفسه بدأ ماسك في الكرسي ومكلبش وأعصابه متوترة وبيعرق، يبص بطرف عينه على الولد ولا كأن عنده حاجة، قاعد بيلعب جيمز هادي جدا 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 جدا. الراجل قاعد يفكر الولد ده مش طبيعي، يعني سليم عقليا. بعد شوية هديت المطبات، جت المضيفة بتسأل تاكله ايه، الولد عاقل جدا، لا 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 لا، ده انا كنت فاكره مش طبيعي عقليا، ده الولد ناضج جدا. اكله والراجل مش عارف، يعني مخضوض من الولد. بعد شوية رجعت مطبات اشد من الاولانية، فالراجل تعبان تعبان تعبان، والولد عادي جدا جدا جدا. خلص وقت الطيارة وقربوا يوصلوا ونازلين، الراجل مش قادر، الفضول عند الراجل ايه حكاية الولد ده، فوطى عليه كده قال له حبيبي ممكن اسألك سؤال؟ قال له اتفضل. ولد يعني 6 7 سنين يعني، فقال له الطيارة اتهزت جامد، قال له خدت بالي، فقال له انا كنت ميت من الرعب، انت ما كنتش خايف؟ قال له لا. قال له ليه ما كنتش خايف؟ قال له ما هو بابا هو الطيار، بابا هو الطيار، وبابا طمني، قال لي طول ما انا بسوق الطيارة ما تخافش يا حبيبي. يا جماعة بابا هو الطيار فالولد مش خايف، طول ما ربنا هو ربنا، طول ما انت عبد لربنا اوعى تخاف، انا خدتك من الطيارة لصلتك بربنا. يا جماعة الولد هادي جدا ومستقر جدا، بابا هو الطيار، لو انت بتصلي ربي موجود، لو انت بتتقي ربنا اخاف من ايه، انا مع الله، لو انت مؤمن بربنا ان الله يدافع عن الذين امنوا، لو انت بتتصدق على الغلابة انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، لو انت بتعامل ابوك وامك ببر وبرحمة يبقى ربنا هيعاملك بمنتهى الشكر وحيشكرك على صنيعك، انت خايف ليه؟ الولد قال بمنتهى البراءة بابا هو الطيار، وانت قول بمنتهى القوة ربنا هو اللي هيحميني. حلوة قوي لما يبقى المعنى ده ماشي في قلبك. الراجل كان بيترعش والولد الصغير مستقر لأنه عارف إن اللي سايق بابا، وإنت طول ما أنت قريب من ربنا متخافش لأنك عارف اللي حيقود حياتك هو مالك الملك خالق الكون. بسمة أمل للإيمان، بسمة أمل للثقة في الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.